عشان كده انا عجباني قوي 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 اسم المبادره اللي عاملاها وزاره الثقافه تحت هذا العنوان، ابدا حلمك. رحبوا معايا بالدكتوره نيفين كيلاني وزيره الثقافه المصريه. مساء الخير يا نيفين هانم. مساء النور استاذ تامر، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله يا فندم. مبدئيا احييكم على الاسم، لان الاسم لوحده فيه موتيف كده، فيه دافع وفيه حافز يخلي كل واحد فاقد للحلم او فاقد للامل والرؤيه لا يحلم ويبدا حلمه من النهارده ايا كانت الصعوبات والمعوقات. والله يعني كل الشباب لازم يكون عندهم حلم ويسعوا ليه عشان يبقى يعني في حاله كده من حالات الامل يعني. صحيح صحيح. طيب ازاي ابدا حلمي؟ دي مبادرة ابدأ حلمك بالمسرح وابدأ حلمك بالسينما، دي مبادرة في الجامعات المصرية تطبيقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة. أيوه. ابدأ حلمك بالمسرح دي اكتشاف مواهب المسرح في الفروع المتخصصة، إذا كان إخراج أو تمثيل أو سيناريو وهكذا. تمام. لطلبة الجامعات. أيوه. بيتم اختيار الموهوبين وتدريبهم احنا هنا بنتكلم عن البروتوكول مع التعليم العالي، احنا لسه ما دخلناش في قصة المدارس. لا المدارس، المسرح المدرسي ده حاجة تانية مع التربية والتعليم، ده بدأ في العام الدراسي الثاني، لكن ابدأ حلمك دي عملت 3 دورات لغاية دلوقتي. ممتاز. الدورة الثالثة والأخيرة دي نتج عنها مسابقة بين فرق المسرح في الجامعات، وفرقة جامعة عين شمس دخلت مهرجان المسرح القومي واخدت مركز متقدم، يعني الله اخدت الله جائزة الله. من الجوائز وكان فيها مجموعة من الشبان الحقيقة تفرح. ده معناه حضرتك طبعا ان هي مش مجرد كده بس تسالي، لا ده في مواهب وكوادر في الجامعات ما هي تصلح للمنافسة الاحترافية. بالظبط كده يا فندم، هما كان بيبدأ الاول باكتشاف مواهب ودورات تدريبية ثم عروض مسرحية ثم تصفيات ثم الدخول بعد كده في المسابقات، واللي بيفوز فيهم بياخد بعد كده بقى، ممكن لو مثلا ممثل شاب واخد جايزة ممكن ياخد منحة من وزارة الثقافة، ياخد دورة تدريبية في مركز الإبداع. ممتاز ممتاز. وطبعا يعني مركز الإبداع حضرتك عارف ده يعني احنا مسمينه في الوزارة، او يعني انا بطلق عليه من زمان قوي، هو تابع لصندوق التنمية الثقافية، ده مصنع للنجوم يعني، صح خرج منه نجوم كثيرين يعني. مظبوط. فيعني احنا بنكتشف الموهبة وبننميها وبنرعاها لغاية ما تبدأ طريقها. ممتاز. فده بالتالي ده يشجع على اخراج الطاقات الفنية والمواهب اللي كانت موجودة في الجامعات وما اكثرها، وده هيخلي فيه مش بس على مستوى الرواج المسرحي وان احنا نقدم كوادر، لا كمان الشباب في الجامعات هيحصل النشاط اللي كان موقوف في سنوات طويلة وكان ده بيؤدي ان الشباب بيروحوا في سكك تانية. طبعا يا فندم، لان اولا كمان حتى الطلبه اللي ما بيشاركوش في التمثيل بيتفرجوا على المسرح، بيتذوقوا صح. الفنون، بيهتموا احسنت. بانهم يتابعوا الاعمال المسرحيه، فده في حد ذاته حاجه جميله جدا يعني. مظبوط مظبوط. فكره ممتازه ومبادره ممتازه، وان شاء الله مش بس عين شمس، كل يعني هي عين الجامعات. شمس فازت لانه الحقيقه كان عرض متميز جدا ومواهب على مستوى عالي جدا، ويعني واحنا بنتمنى التوفيق لكل طبعا لا الجامعات. انا متاكد انه سنه ورا سنه هتلاقي كل الجامعات بتخرج افضل طبعا ما فيها ان شاء الله، وكل الجامعات هتتالق فنيا وتعليميا كمان ان شاء الله. ان شاء الله. بسرعه نحكي عن محكى القلعه، هذا المهرجان اللي انا في رايي الحقيقه من احسن المهرجانات اللي بتعمل، مع كل الاحترام للمهرجانات الاخرى، بس كل ما يوجه للشعب وعموميه الشعب ونشر الثقافه والفن للجميع انا الحقيقه من انصاره جدا جدا جدا. مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى ده مهرجان جماهيري بدأ من 30 سنة، أسسه المايسترو الأستاذ القدير الدكتور مصطفى ناجي ربنا يديه الصحة، وتم إهداء هذه الدورة لاسمه هاي. وتم تكريمه لأنه الحقيقة عمل وطني من الدرجة الأولى. صحيح. المهرجان السنة دي الافتتاح بتاعه كان يخض يا أستاذ تامر، يعني احنا كنا طبعين 4000 تذكرة وحاطين 4000 كرسي، المكان كبير جدا واسع جدا، فوجئنا بأعداد من الناس تفوق ال 4000 بكتير جدا، وما قلنا لهم مفيش مكان تقعدوا، قالوا هنقف الله هنتفرج واحنا واقفين، الله. فزودنا عدد الكراسي وزودنا عدد التذاكر. وطبعا المهرجان السنة دي
في حفلتين في اليوم ورا بعض، نعم في تنوع كبير جدا، وهو في الأساس كان معمول لنشر الثقافة الموسيقية. صحيح الثقافة الموسيقية هنا يعني مش بس فنانين نجوم، ولكن فنانين صاعدين، مواهب جديدة صاعدة، موسيقى بحتة، موسيقى شعبية، موسيقى كلاسيك، عزف بيانو، غناء شعبي، كل غناء ألوان الفنون تراثي، الموسيقية. ابتهالات دينية، في تنوع كبير جدا علشان يبقى في نشر للثقافة الموسيقية للناس. صحيح. ولو حضرتك يعني كنت متابع الحفلة بتاعت امبارح، كان في مجموعة من الأغاني على ألحان أسبانية، وكانت المغنية قبل ما تغني بتشرح للجمهور صح. الإيقاعات الموسيقية والآلات اللي بتعزف. فطبعا دي ثقافة موسيقية بتتنقل بطريقة تلقائية جدا، مظبوط. توصل للناس بسهولة وبطريقة غير مباشرة، يعني مش محاضرة، ولكن بتديهم معلومة بسيطة وتخلي عندهم اهتمام للي هم بيتفرجوا عليه، يبقوا فاهمين طبعا بيشوفوا ايه. التذكرة بكام يا فندم؟ 60 جنيه يا فندم، دي تذكرة دخول القلعة في الأصل، يعني تمام. منطقة القلعة أي زائر بيدخلها في أي وقت من اليوم بيدفع الـ60 جنيه. مظبوط. فإحنا لو عملنا يعني معادلة حسابية بسيطة كده هنعتبر إن الحفلة دي مجانية. صح، كأنه داخل القلعة يتفرج ويستمتع بالظبط كده، بالموسيقى مجانا. بالظبط كده، وبيحضر حفلتين، حفلة من 8 آه وحفلة من 10. أنا قصدت أسأل حضرتك عن ثمن التذكرة علشان أأكد على رمزية الفلوس، وإنه الهدف مش جمع فلوس التذاكر، ولكن الهدف هو وصول الموسيقى والتذوق الموسيقي إلى كل طبقات الشعب، في ظل طبعا الحفلات التانية اللي بتبقى للأسف تذاكرها غالية جدا، الحفلات الخاصة يعني. فبالتالي هدف وزارة والله الثقافة أنا هنا. عايزة أقول لحضرتك حاجة، يعني هي التذاكر الغالية دي تقدر حضرتك في حاجتين مهمين، في تكاليف للحفلة علشان المكان اللي بيتعمل فيها، وفي رؤية استثمارية علشان ده يغطي ده، صح. لأن احنا في الآخر وزارة خدمية، ولكن مطلوب طبعا إن احنا على الأقل يبقى في تنمية موارد ذاتية تساعد شوية مليون جنب في المية. الموازنة بتاعة الدولة. ما هو 4000 برضه، 5000 تذكرة في 60 جنيه رقم حلو مش وحش. ما هو في بقى في تكاليف يا أنا أستاذ عارف، أنا سامي عارف والله، كتير، أنا بهزر. حضرتك يعني شايف لا أنا عارف التكييفات طبعًا إن وشايف هو خدمي بامتياز، ومفيش أي في طبعا التفكير في طبعا الربحية، لا بالعكس، ده هو ده طبعا الزاوية اللي أنا بقول لحضرتك إن أنا يعني من أنصارها، وعشان كده محكى القلعة بالنسبة لي من أهم المهرجانات أو من أهم الفعاليات اللي بتقدمها الدولة المصرية. وده دور أساسي من الأدوار اللي بتقوم بيها وزارة الثقافة الحقيقة، يعني التثقيف والعدالة الثقافية، إنها يعني تبقى في متناول جميع الناس بجميع الطبقات في المجتمع. صحيح. يعني وانت حضرتك تفتكري، اعتقد من السنه اللي فاتت كنت كلمت حضرتك عن ان نفسي محكى القلعه ده يبقى شهري مش بس مهرجان، وحضرتك قلت لي على البرنامج المتنوع اللي على مدار السنه، وكان تمام، واتمنى انه يكتر اكتر، لانه كل يوم بنقدم فيه فن وبنقدم فيه قوه ناعمه، كل يوم بنملى اولادنا ودماغهم حاجات مفيده بدل الحاجات الفراغ اللي ممكن تؤدي بيهم الى سكه مش إن كويسه. شاء الله السنة دي هيكون في كثافة أكتر كمان من السنة اللي فاتت، في أنشطة فنية وثقافية في ربوع مصر كلها بإذن ممتاز الله إن ممتاز. شاء الله. انا بحييكي وبشكرك يا نيفين هانم، وان شاء الله نتابع ختام هذا المهرجان ويكون واحدة من احسن نسخه او احسن وانجح دوراته باذن الله. شكرا يا أستاذ سامر. شكرا جزيلا معالي الوزيرة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية.